اليوم على بركة الله والحمد لله تم فتح قسم شرطة الكرامة في شرطة محافظة نينوى بجهود الأبطال من مديرية القسم وأيضا مقر قيادة الشرطة، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بافتتاح وترميم وبناء باقي مديريات الأقسام في عموم محافظة نينوى، وإن شاء الله العمل مستمر. وباشرنا اليوم أيضا في ترميم بناية التصفيرات القديمة، وأتوقع خلال 30 يوم ستكون جاهزة لاستقبال الموقوفين، وإن شاء الله نرفع هذا الزخم والإبء اللي موجود هو حاليا في مديريات الأقسام من السجون وفي مديريات التصفيرات، وندعو من الله التوفيق إن شاء الله.